يلو غادي نبداو بالشوكولا اللي غادي نفخسوها في النوات كوكو. بون هنايا في المول تاع سيليكون نجيبو شوكولا تارتيني اي نوع تبغوه صافي نتوما واش بغيتو. نشوف هنايا في هاد لي مول نديرو قسم غرف صغيره تاع من هذيك الشوكولا ونديرو في وسطها حبه تاع لوز. نعاودو نغطو هذيك حبه اللوز نعمروهم كامل. هذا قيس الحبات اللي انا محتاجينهم الحبات وشك حال صنعي شحالك بيت صنعي نديرو حبة لوز من بعد نغطوها. غادي نكملو كامل هادو ومن بعد نخليهم في الكونجيلاتور. نديرهم في الكونجيلاتور باش نتجمد هذيك الشوكولا ونقينها قدو نحوها ومن بعد نوري لكم. بون درنا هذيك الشوكولا في الكونجيلاتور ونجو دوكا نديرو نوجدو النيسلي حليب تاع النيسلي باش نلمو به نوات كوكو. بون انا هنا عندي درت كاس تاع لحظه مع كاس سكر غلاس مغرف الزبده. بون هنا الزبده علاش نديروها باش هذاك الناس اللي كنديروه في نواس كوكو يخليه طري مده طويله شغل ما يمشي بالخف يبز. دوك نوري لكم ثاني استيج وحده اخرى اللي بها باش يبقى هاد الغفايلو تاعنا لمدة طويلة ما يبسش بالخف. ونزيدو نص كاس تاع ما سخون ما يكون سخون بزاف ونميكسوهم كامل مليح. فوالا بعد ما ميكسينا هادو كنديروها فوق النار نار قليله مع التحريك المستمر قد ما تولي هكا تبدا تثقل شويه نطفو عليها. شايله ما تحبسوش التحريك باسكو هذاك السكر يبدا يتحرك في الكسرونه وتلصق لكم. دونك مع التحريك المستمر كما قلت لكم نار قليله. ودوكا نجيو نديرو تاع نوات كوكو. بون هنايا ما ندير لكمش بالميزان باسكو بزاف اللي ما عندهمش ميزان ما نديكمش بالغرام بلوتو كاين ما عندهمش الميزان ندير لكم بالعبر. صافي انا هنا غادي نعبر بالبول تاع الحريره فوالا هذا غادي ندير منه ثلاثه هذا الساهمش. بون هنايا العبر انت واش تبغي صافي الكونتيتي لا كيبيريتها تبغي بالكاس تاع 240 ولا تبغي البول يكون شوية صغير على هذا صادير كونتيتي تي شارك لي تي سيرتا. بون السر الزاوج تاع كيما قلت لكم السر الزاوج تاع لي غفايلو باش يشدو لكم لفترة طويلة لازم النيسلي ان يكون بزاف كشغل هاد النوات كوكو غادي نجروه بالنيسلي شغل ما نديروش كميه زعما محدوده نديرو حتى يولي هكا شويه جاري يولي هو بوحده ينشف. نبدا دوكا نلمو غير بشويه هذاك النيسلي نبداو نزيدو. فوالا شوفوا كيفاش شغل درته شويه جاري دوكا نبداو نكبروه. بون هنايا بالنسبه للنيسلي
ما درت شغي هذيك الكونتيتي اللي جيتها لكم، صافي درت كثر باسكو راني دايره بزاف انايا كونتيتي تاع نوات كوكو، دونك ديري كثر. فوالا ده الشكل اللي راكي باغياته، بلوتو الحجم اللي كي باغياته. ميم تتكور لكم بسهولة، كشغل كي تولو تكورو فيها كتكونو مكترين نيسلي، ما تسوليش تتحل هكا تتكسر لكم ميجو. ميم هادي كيما قلت لكم هادي الحيلة الزوجة اللي يبقى لكم لمدة طويلة، ما يبسش ما يوليش يابس، لي غطايلو تاعكم ما يبسوش. فوالا غادي هنا انا نكورهم كامل ومن بعد نولي لكم. فوالا بعد هذيك الشوكولا ما جبدت نجبدوها نبداو نكورو غير بشويه. ديري لو بابي شين باش يعاونك، ولا اذا كان عندك لي غون تقدري ديري لي غون. دونك اختارو هنايا حبه من هذيك تاع نفتحوها نعمروها، مسحوا يديكم باش هذيك الشوكولا كي توشوها ما توسخ لكمش النوا د كوكو. نبداو نضغطوا عليها غير بشويه، نبداو نكورو فيها حتى لي تبلع لنا شغل تتغطى لنا هاديك الشوكولا، من بعد نرمدوها في نواط كوكو. نكوروها هاكا مليح فوالا هاكا، من بعد نشكلوها في لي كيسات. فوالا هاي النتيجة كملناه، شوفوا كيفاش يخرج، يجي الكو تاعه بزاف بنين، ننصحكم تجربوه.